مذكر فريق النادي الاهلي. بينضم لي سريعا كابتن سيد طبعا عقب انتهاء المران الكابتن الكبير طبعا كابتن ايمن اشرف واحد من نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي. مباراه مهمه طبعا يا كابتن ايمن، لكن في البدايه كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا في الاستوديو التحليلي حابب تقول له ايه كابتن سيد؟ طبعا يمكن من مدير الكره الى مقدم طبعا لملعب الاهلي طبعا في قناه النادي الاهلي، حابب تقول له ايه في البدايه كابتن ايمن؟ طبعا برحب بيه طبعا، وكابتن سيد طبعا اخ كبير لينا وبنحترمه طبعا في اي كان في اي مكان، كان معنا مدير كوره ودلوقتي مقدم برنامج، طبعا بنحترمه واخ كبير لينا ودايما على تواصل يعني، وبنتمنى له التوفيق دايما ان شاء الله. المباراه واهميتها بتشوفها ازاي النهارده للتدريب؟ عندنا بعض العناصر يمكن غايبه، لكن زي ما بنقول الاهلي بمن حضر، كيف ترى المباراه؟ رادس زي ما قلنا قبل كده لينا ذكريات جميله جدا هنا في تونس، كيف ترى المباراه يا كابتن ايمن؟ والله طبعا دايما مباراه الاهلي والترجي بتبقى مباراه صعبه في مصر وفي تونس، لكن طبعا احنا عندنا هدف واحنا لسه ما صعدناش، عندنا هدف واحد ان احنا نصعد، وان شاء الله نصعد اول، ده الهدف بتاعنا، وان شاء الله نقدر نعمل كده هنا، وكل تفكيرنا كل لاعب الجهاز الفني واللعيبه تفكيرنا ان احنا جايين ناخد الثلاثه بونت من هنا ان شاء الله، ونقدر نعمل كده ان شاء الله. سؤال من شقين، لو بتكلم على تعليمات الجهاز الفني مستر باتريك كابتن محمد يوسف بيتكلم معاكم ازاي وانتم ازاي مركزين كلعيبه، وكمان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره حضورك رئيس بعثه، ده ليه دافع وليه يمكن اصرار كبير وهينعكس عليكم بشكل كبير جدا يا كابتن ايمن؟ طبعا يعني كابتن خطيب بيدينا دفعه معنويه كبيره، التواجد بتاعه معانا دايما بيدينا دفعه معنويه، كلامه طبعا فيه خبرات كبيره على مدار السنين اللي فاتت كلاعب وكمسؤول، فطبعا ده بالنسبه لنا بيدينا حافز كبير في الملعب. طبعا الجهاز الفني طبعا بيبذل مجهود كبير، احنا كلاعيبه طبعا ان شاء الله نبذل مجهود وان شاء الله عشان نفرح جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي كنت هكلمك عليه ان شاء الله، يمكن جمهور النادي الاهلي منتظر بطاقه تاهل دور الثمانيه تكون من تونس، لكن لو بتكلم عن المباراتين الماضيتين 6 نقاط كانوا هامين جدا للنادي الاهلي والمسانده الكبيره لجمهور النادي الاهلي، بتقولي لجمهور النادي الاهلي قبل المباراه دي يا كابتن؟ طبعا احنا دايما يعني عارفين ان دايما جمهور النادي الاهلي بيساندنا وواقف ورانا، واحنا دايما كل هدفنا ان احنا نفرح جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي في مش مصر بس في الوطن العربي كله، فدايما عايزين نفرحه، وجماهير الاهلي زي ما انت عارف يعني جماهير كبيره وكتيره، فطبعا على قد ما بنقدر بنحاول ان شاء الله نفرحهم يعني. شكرا، الله يكرمك. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن ايمن اشرف احد نجوم فريق النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني على هذه التصريحات. زي ما بنقول مباراه غايه في الاهميه، غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، لكن زي ما تابعنا في التدريبات التركيز الشديد هي سمه معسكر فريق النادي الاهلي، وزي ما بنقول يا كابتن